انا بدانا دلوقتي تجربه الكانتري مان على الطريق. انا عندي حاله من التخلف العقلي بصراحه يا جماعه، عشان انا سايق يمين وعندي احساس ان الجنب الشمال ده هخيشه فورا، هخش في كل حاجه شمال، يعني مش متخيل ان انا قاعد في الجنب ده. المشكله ان كل الطرق العكس، كل الطرق الجنب ده. احنا خارجين من مكان من الاماكن اللي ميني اختارتها، يمكن ميني دايما بتحاول كل سنه تودينا لمكان مختلف، يعني تودينا لمكان يكون فيه حاجه طبيعه مختلفه، تاخد معلومه جديده. بس مستمتع حتى الان بالاحساس ده، والاحساس الدريكسون اليمين مع الكانتري مان فالموضوع مختلف. في وسط الطريق بتاعنا واحنا ماشيين لقيت المكان الرائع اللي احنا موجودين فيه ده، المكان اللي مش عارف سبحان الله ما اقدرش اقول غير كده. سامعين؟ فقررنا احنا نقف شويه رايح المشوار ده، ولسه مكملين التست درايف. بس الممتع في الموضوع لما تلاقي طبيعه بالمنظر ده والجو، حتى لو جو درجه الحراره 2، فكان لازم افضل واقف اتفرج شويه. لما تبقى في مكان حلو زي ده بتبقى محتاج انك عايز تقعد، فمش هتلاقي مكان تقعد، خصوصا الارض عامله مبلوله شويه نتيجه المطر والسعه، فصعب جدا تبقى موجود ولا في اماكن مخصصه ان حد يبقى قاعد فيها. ميني فكرت الفكره دي وقالت ان ممكن لحظه زي دي ما تضيعش عليك. طبعا الشنطه الكهرباء من الحاجات الجميله اللي بقت موجوده في العربيه الجديده، كنا بنستعمل الجزء ده ان احنا نقعد كده وتبقى مستمتع. القعده دي ممكن ما تبقاش مريحه قوي لبعض الناس، وفي نفس الوقت كمان شخصيه زي شخصيتي اللي بتبقى عندها تفكير كتير في الخرابيش والتجاريح هتبقى بالنسبه لهم مشكله انه يقعد في حاجه زي كده. عشان كده ميني قررت تعمل حاجه زي كده عشان تقدر ان انت تقعد عليها وتبقى مرتاح، ميبقاش عندك مشكله انك تبقى قاعد بالشكل ده. ودي افكار مني الصغيره، ومش واخده مكان كبير جوه الشنطه. نكمل التست درايف. تجربتي مع الكانتري مان، مستمتع جدا بسواقتها ومستمتع جدا الاوبشن بقت موجوده، زي مثلا حاجه من الحاجات اللي عجبتني واحنا سايقين. طبعا الهيد اب ديسبلاي من الحاجات الرائعه اللي جميله، اللين كيب اسيست كمان اللي موجوده اللي بتحافظ على ان انا افضل موجود جوه اللين بتاعتي، بس ما بتشتغلش غير لما اشغل الكروس كنترول وانا سايق. من الحاجات كمان الحلوه في العربيه الورنينجز اللي بتبقى موجوده وانت سايق. اول ورنينج لما بتقرب على عربيه قدامك بيظهر على العداد علامه ان في عربيه المسافه بينك وبينها قريبه جدا فخلي بالك، ولو المسافه زادت كمان بيظهر ده على الهيد اب ديسبلاي بحجمها كبير جدا. لو المسافه كمان زادت بتبدا الورنينج يبقى بصوت. لسه واصلين دلوقتي بعد ما خلصنا الروت اللي كنا ماشيين عليه، مستمتع جدا بس شكلي ان انا عييت لان الحراره وصلت دلوقتي لواحد. لابس كل اللبس الشتوي اللي ممكن تتخيلوه، بس مستمتع جدا جدا مش حاسس بده. وانا بجرب الكانتري مان الجديده، متوقع انها هتعمل طفره كبيره جدا في الاسواق، خصوصا بعد ما جربنا العربيه في كذا نوع من انواع الطرق. ميني لما فكرت ان احنا نبقى قاعدين في مكان كبير قوي زي ده مش عارفين هنتحرك ازاي، فجابوا لنا العربيات دي عشان نتحرك بيها وتنقلنا من هنا الاوتيل، تبقى موجوده معايا عشان نروح بيها البريس بعد كده بالليل ان شاء الله، او كمان كام ساعه بالظبط. بس المفروض ان احنا هنعود الى هذه السياره الجميله، مش عارف هدخل فيها ازاي، بس هو ده اللي هيحصل. يلا اشوفكم بالليل.